بسم الله الرحمن الرحيم، ويا اهلا بيكم يا شباب. النهارده ان شاء الله احنا هنتكلم في الفيديو ده على حل الاسئله بتاع بلوك 3 كامل. هنتكلم النهارده ان شاء الله مع بعض بلوك 3 كامل، كل المحاضرات ورا بعض. اول حاجه ليكتشر 1 سي بي اس، نبدا كده بالمحاضره الاولى بارت 1. 3 ميجور فاكتورز ذات بريدسبوز تو ترومبوزس. هنا بيسالني على بالكامل ريال، عايز 3 حاجات رئيسيه عشان تعمل جلطات. فانا اول حاجه decrease the blood viscosity، غلط، هو المفروض زياده لزوجه الدم. فمش هكمل ده للاخر لان انا عارف الثلاث شروط اللي بيحصل دامج للانترا والاندوثيليوم. الحاجه الثانيه stills او slowing the blood flow. الحاجه الثالثه هايبر كوجولابيلتي، يبقى الدم فيها. هنا decrease the blood viscosity يبقى الدم خفيف، لا دي غلط. increase the viscosity صح، واكسلريتد blood flow الدم يمشي بسرعه، لا غلط. لكن عندنا هنا endothelial damage، الاندوثيليوم اتدمر، وزياده الفيسكوزيتي، وديمنش ذا بلاد فلو. ديمنش يعني قل، يبقى هي دي صح، هي رقم سي، الفلو هيبقى قليل مع زياده اللزوجه مع تدمير الاندوثيل. As regards the breakout triad بتاع الثرومبوزس، it describes the pathogenesis of، هو بيقول لي الميكانيزم بتاعت مين؟ congestion، thrombosis، hydrinia، لا هو thrombosis، يبقى breakout بتاع الثرومبوزس. As regards thrombosis, breakout rate includes the following except. أنا لسه قايل breakout rate حالا. إيه مش معانا؟ endothelial injury دي معانا. Stays أو turbulent blood flow، سريان بطيء أو عشوائي مختلف عن الطبيعي، دي برضه معانا. Hypercoagulability of blood، زيادة لزوجة الدم، دي معانا. لكن thrombocytopenia، لا هي دي اللي مش معانا، لأن thrombocytopenia معناها نقص البليتلت، فنقص البليتلت دي حاجة تقلل الجلطات مش تزودها، لان الجلطات او الثرومبوزس مين اللي معتمد على البليت. ثرومبوزس از كوزد باي، حاجه من دول تعمل ثرومبوزس. رف انتما صح، ده اول شرط من شروط بركاوت ريال. ديكريز دي بليتلت، لا غلط. ديكريز دي بلازما هيبارين، الهيبارين مالناش علاقه بيه خالص في المنهج بتاعنا. نوتروبينيا، نقص النوتروفيل، انيميا، هو لما يكون عندنا نوتروبينيا يكون في انيميا، يكون في بليتلت قليله، طبعا انيميا نقص الار بي سيز، نوتروبيا نقص النوتروفيل، نقص السيلز بيزود سيوله الدم مش بيعمل جلطه. طب بالنسبه عندنا للهيبارين، انا مش هتدخل في نقطه الهيبارين نظرا لان الهيبارين ده مش عندنا في المنهج، يعني ده مش من الحاجات اللي اتذكرت في المنهج، فانا لا هعلق عليه سلب ولا ايجابي، انا ملتزم بالمنهج بتاعي. The factors predisposing to thrombosis include، مين الفاكتورز اللي بتعمل thrombosis من دول؟ سموث انتما، غلط، ده لما تبقى رف. سلو بلاد فلو، هي دي سلو بلاد فلو، لما يكون الدم بطيء يحصل ترومبوزس. طب انيميا، رابيد فلو، دايليوتد بلاد، دم خفيف او سريان سريع او انيميا، كل دول غلط، يبقى هي سلو بلاد فلو. وخد بالك حتى لو في سؤال زي ده انت مش مذاكر، هنا سلو وهنا رابيد، اكيد واحده منهم اللي غلط. ثرومبوزس كوزد باي اول اوف ذا فولوينج اكسبت، حاجه من دول مش بتعمل ثرومبوزس. رحنا فين؟ thrombosis caused by all of the following except. increase the viscosity يعمل جلطات. venous stasis ركود الدم يعمل. increase the number of platelet يعمل. roughening of endothelial lining blood vessel يعمل. vasodilatation لا دي مالهاش علاقة. which of the following، يبقى مش مركز احنا اخترنا ايه؟ ايه اللي مش تبعنا؟ which of the following isn't associated with thrombosis؟ حاجة من دول مش بتعمل thrombosis. activation of thrombosis mechanism، اكيد يعني لما نشط thrombosis mechanism ده يعمل thrombosis. endothelial damage، الدمج بتاع الاندوثيليوم يعمل thrombosis. formation of platelet aggregates، تجمع البليتلت هيعمل thrombosis. لكن thrombocytopenia، نقص البليتلت ما تعملش. من الحاجات اللي هم بيحبوها جدا ان حضرتك تكون عارف ان الثرومبوسيتوبينيا يعني نقص البليتلت، وده مش بيعمل thrombosis. disorder leading to change in blood element that predispose to thrombosis include all of the following except. disorders، المشاكل اللي بتغير ال blood element، تركيب ال blood او ترتيب السيلز فيه وعددها، that predispose to thrombosis اللي بيؤدي الى جلطات، include the following except، كل ده ما عدا. delivery هي الولاده، دي عمليه جراحيه، وكده كده بعد كل العمليات الجراحيه ممكن يحصل thrombosis عالي، سواء بقى ان البيشنت دمه او دماه، هنا بما انها ولاده بيبقى فيه بليتلت كتير خارجه علشان خاطر حست بالخيانه لما حصل نزيف في العمليه،
او عندنا نتيجه اللي هينام في السرير بعد العمليه ويحصل كومبريشن ضغط كده من المرتبه بتاع السرير على رجليه وتعمل جلطات في الرجلين اسمها دي في تي. يبقى الدليفري او اي اوبريشن اي عمليه بعدها بيحصل بوست اوبرتيف ثرومبوزس في الفينز بنسميها دي في تي، دي فين ثرومبوزس. بوليسايسيميا روبرا فيرا اللي هي زياده الار بي سيز، زياده الار بي سيز تعمل زحمه في البلد تزود اللزوجه وتقدر تعمل ثرومبوزس. لوكيميا اللي هو سرطان الدم يزود البليت يزود اللوكوسايتس كرات الدم البيضاء ويزود اللزوجه ويعمل ثرومبوزس. لكن فيتامين كي ديفشنسي، نقص فيتامين كي مش معانا. فيتامين كي ده اللي بيعمل عناصر التجلط اصلا، فلما يقل عندنا فيتامين كي يبقى معنى كده مفيش كروبينج فاكتور، مفيش عناصر تجلط، وده يعمل سيوله ونزيف مش يعمل جلطات. These factors predispose to venous thrombosis except الفاكتورز دي بتعمل venous thrombosis ما عدا operation right side heart failure anticoagulant therapy polycythemia varicose vein. الرايت سايد هارت فيلير والفاريكوز فين بيعملوا ستيزس فبالتالي يحصل ترومبس. اوبريشن العمليات لسه قايلين بتعمل ترومبس. بوليسايتيميا زياده الار بي سيز بتعمل ترومبس. لكن انتي كواجولانت ثيرابي ان انا اخد ادويه سيوله، انتي كواجولانت ثيرابي ادويه مانعه للتجلط، فاكيد ده مش هيعمل ترومبس. يبقى الاجابه سي. Which of the following has no relation to thrombus formation؟ حاجه من دول مش بتعمل ترومبس. Increased platelet, بوليفايسيميا، انيوريزمال ساك وفاريكوز فين، اثيروما، نورمال لوكوسيتيك كاونت. والله حتى من غير ما افسر دول اسمها نورمال لوكوسيتيك كاونت، حاجه نورمال تعمل ثرومبس ازاي؟ مش هتعمل. يبقى الاجابه ايس. لكن اثيروما الارتري الجدار بتاعه متدمر، زياده البليتلت او زياده الار بي سيز يعملوا زياده في اللزوجه، والانيوريزمال ساك والفاريكوز فين دي مناطق دايليتد البلد بيركن فيها وبيعمل استيزيس. The following are factors in venous thrombosis except endothelial damage, increased viscosity of blood, decreased plasma proteins, increased fibrinogen. كل دي بتعمل venous thrombosis ما عدا هيبقى decreased plasma protein. لما تقل البلازما بروتين ده هيخلي الدم خفيف شويه فما يعملش جلطات. الحاجه الثانيه ان من بين البروتينز اصلا البروتينز بتاع الكلوتين بتاع التجلط، فلما تقل مش هيحصل جلطات بشكل كويس. The common site for thrombus formation أشهر مكان هو الفين. Venous thrombosis occur in all of the following except post operative بعد العمليات، after delivery بعد الولادة، severe burn, anemia, prolonged bedridden اللي نايم في السرير فترة طويلة ولو حد محروق وعنده جفاف بسبب الحرق. مين اللي مش معانا؟ انيميا. الانيميا قلنا ما بتعملش غلطات بل اللي بيعمل اللي عكسها اللي هي بوليسايسيميا اللي تخلي الدم تقيل. A thrombus in vein is called ثرومبس في الفين يبقى اسمها ايه؟ فليب، فليب ثرومبوزس. كلمة فليب يعني فين، فثرومبس في الفين يبقى اسمها فليب ثرومبوز. طب ثرومبو فليبايتس برضه ثرومب يعني جلطة وفليب يعني فين، بس ايتس هنا يعني انفلاميشن، يبقى ثرومبوزس في انفلامد فين. 3 days after labor 3 ايام بعد الولادة a 20 year old lady واحدة عندها 20 سنة اللي لسه والدة دي يعني presented with a swollen tender leg، جايب رجلها ورمه وتندر يعني مؤلمه بتوجعها. الدايجنوزس اللي بيحصل بعد الولاده اسمه ايه؟ دي في تي، ديب فين ثرومبوزس اوف ليج. ده اللي بيحصل بعد الولاده وممكن يحصل بعد اي اوبريشن. Which of the following is most closely associated with deep vein thrombosis؟ prolonged bed rest، حاجه من دول بتعمل دي في تي. prolonged bed rest اه نايم في السرير فتره طويله خاصه لو نايم في غيبوبه او نايم مشلول. always accompanied by thrombocytopenia يعني دايما بيكون فيها نقص في البليتلت. لا غلط طبعا، الاولى كانت صح الثانيه غلط. it is the its common location in lower esophagus، لا ده بيحصل في الكاف مصر بيحصل في الرجل. also termed varicocele، لا ده دي يعني دوالي التستس. يبقى الاجابه عندنا رقم A. which of the following is true about post operative thrombosis بعد العمليات may result from stasis and venous compression due to bed rest، دي صح، فين مضغوط عليه في السرير. affect arteries more commonly than vein، دي غلط، المفروض هي في الفينز اكتر لان الارتري مش بيتضغط عليه بسهوله. result from massive increase of leukocytic count، زياده الليكوسايت، لا دي بسبب زياده البليتلت. يبقى الاجابه رقم A. thrombosis over the left ventricle، الليفت فنتركل لو عليه على الجدار بتاعه جلطه يبقى اسمها neural thrombus. رحنا بعيد قوي بس مش مهم.
وصلنا ل 19 جنيه. اوفر ترومبس اوفر ذا هارت فالف مهمه قوي، بتيجي كتير في امتحان، اسمها فيجيتيشن، وهنا بالعكس فيجيتيشن يعني ايه ترومباي اون ذا هارت فالفز. All are the fate of thrombosis except كل ده فيت الجلطات ما عدا organization, hyperemia, fragmentation, calcification, recanalization, hyperemia هي اللي مش معانا. لكن كلمة fragmentation يعني تتفتت، هي embolization. Which of the following are fates to thrombosis? Embolization, organization, recanalization, fragmentation, calcification, all of the above. هنا all of the above. The following are good fates of thrombus except lysis recanalization. lysis يعني الدوب، recanalization يتفتح فيها طريق تاني، diffraction تنكمش وتصغر، embolization تتقطع، organization يحصل لها fibrosis. اكيد اللي مش معانا هنا هيبقى مين؟ هيبقى الامبوليزيشن، لانها كده بتتنقل لاماكن تانية. الاجابات بقى سواء كانت زي ما احنا قلنا او فيها اخطاء مطبعيه او كده، احنا هنلتزم بقى بالكلام اللي انا حليته معاكم في الفيديو ده. Part 2 Circulation and infection of insoluble material in the circulation is called ده تعريف مين؟ الامبولس. امبولس مين؟ عشان السؤال ده بزهق منه. Detached intravascular solid او liquid او gaseous mass، يبقى ماده صلبه او سائله او غازيه. Carried by blood to a site distant from its point of origin. البلد بيشيلها لمكان بعيد عن مكان ظهورها. هو ده صح. ايه صح؟ بي وسي ودي بقى، مره يقول لي هي سوليد بس، مره يقول لي ليكويد بس، ومره يقول لي هي جاز بس، لكن ايه كان بيقول لي الثلاثه، فاحنا هنختار ايه. Which of the following is not a type of embolus؟ حاجه من دول مش من انواع الامبولس. اير، ثرومبوتيك، امنيوتيك فلويد، فيروس، فات، فايروس، مش من الانواع بتاعتها. The commonest type of emboli أشهر نوع هي الثرومبوتيك 99%. An embolus rising from a thrombus in the leg vein will be impacted in اللي يبدأ في الليج ينتهي في اللنج، لأنه هيمشي لغاية ما يروح للبلمونري فيصل. Emboli which impact in the arterial side of circulation generally originate from الامبولاي اللي طالعه من الارتيريال سايد، يعني طالعه من الليفت فينتركل، دي هتروح فين؟ دي هتروح للاورطه، وبعد كده تروح لاي مكان في الجسم. فلما تمشي بقى في اي مكان في الجسم هتروح فين؟ امباكت في الارتيريال سايد اوف سيركيليشن، يبقى دي جايه من الليفت سايد اوف ذا هارت. هو ده الارتيريال سايد، تطلع من الليفت سايد اوف ذا هارت وتروح تبقى امباكت في اي مكان في الجسم. An embolus in the arterial system may originate from نفس السؤال اللي قبله، الليفت سايد اوف ذا هارت. طيب اثيروما في البلمونري ارتري غلط؟ اه، انفاركشن اوف ليفت فينتريكل صح، يبقى دي عندنا ليفت سايد اوف ذا هارت. وين ليفت فينتريكولار ميورال ثرومبس ديفلوب، حد جاله جلطه على الوول بتاع الليفت فينتريكل، امبوليزم مي ريزلت ان اول اوف ذا فولوينج اورجانز اكسبت، هي الامبوليزم هتدخل لاي اورجان ما عدا مين؟ اكيد ما عدا اللنج، لان عندي الليفت سايد اوف ذا هارت بيستقبل من اللنج ويوزع على باقي الجسم، فاي اورجان ممكن يحصل له امبوليزم من الليفت سايد لو في جلطه ما عدا اللنج، لان هي اللي بتدي. The effect of detached non-septic thrombus مش ملوثه depends mainly on ال organ affected, the size of vessel in which thrombus formed, the size of the detached thrombus. هي قلوب ظبط، يعني ال organ حالته عامله ايه، وحجم ال vessel اللي اتحشرت فيه، والحجم كمان عندنا بتاع ال detached thrombus. كل ما تكون ال embolus detached thrombus اللي هي ال embolus يعني، كل ما تكون اكبر كل ما اشكالها تكون اكتر. The commonest source of pulmonary emboli لسه قايلين اللي يبدأ في الليج ينتهي في اللنج، واشهر حاجه ال DVT. If the following events are placed in the correct order which will come forth لو جينا نرتب كده، اول حاجه major abdominal surgery، حد عنده مشكله في الابدومن فعمل عمليه. بعد الابدومينال سيرجري ده هيرتاح شويه، فستيز في الكاف فينز، هيبقى الدم راكن في رجليه، يعمل جلطه دي في تي، دي فين ثرومبوزس، تتقطع امبولايزيشن، واللي يبدا في الليج ينتهي في اللنج، بالمونري امبوليزم وبالمونري انفاركشن. هو كان عايز الرابع، يبقى الرابع امبولايزيشن. ترتيب تاني، if the following events are placed in their correct order of appearance which will come forth fracture، نفس الكلام fracture neck femur، حد اتكسرت الفيمر عظمه الفخذ بتاعته، فبالتالي هيرتاح في السرير برولوجيت بيد ريست، فيجي له دي في تي تعمل بالمونري امبوليز وبعد كده بالمونري انفاركشن، يبقى هي رقم سي.
ترتيب ثالث. If the following events are placed in their correct order, which will come first? Phyemic abscess في اللنج, septic thrombophlebitis, leg wound, septic emboli, septic inflammation of the wound. البداية في الليج, leg wound, يتلوث الجرح ده, septic inflammation of the wound, ولما يتلوث يعمل جلطة, septic thrombophlebitis, تتقطع تدي septic emboli, وبعدين بما انها septic يعني فيها بس تعمل كرات بينك ابسس في اللانج. يبقى الاجابه دي. سيكولي يعني نتائج البلمونري امبوليزم انكلود اول اوف ذا فولونج اكسبت سادن ديس. اه لو ماسك لو كبيره بلمونري انفاركشن بيحب الحته دي قوي. ميديوم سايز لما يكون ميديوم سايز ويكون كونجستد لانج ينفع. بلمونري هايبر تنشن رايت سايد هارت فيلير انترستيشيال انفيزيم. البلمونري هايبر تنشن مع الفايبروز لو هي ريكارد سمول سايد امبولاي, رايت سايد هارت فيلير مع الماسيف يحصل اكيوت, مع البلمونري يحصل كرونيك. البلمونري هايبر تنشن يحصل كرونيك وكنا بنسميه كور بلمونال, لكن الانترستيشال انفيزيما يعني الهواء اللي جوه اللانج يطلع بره الالفيولاي دي مش معانا. يبقى الاجابه ايه. فراكشر اوف لونج بونز اوف ذا لور ليمب بريدسبوزز تو, اللي يبدا في الليج ينتهي في اللانج. بس هنا ما قاليش المكان ده, عايز نوع الامبوليزم. لما يتكسر اللونج بون يطلع الفات اللي موجود في البون مارو, يبقى فات امبوليزم. An 18 year old male has fracture femur. عنده 18 سنة والفيمر اتكسرت. 48 hours later بعد 48 ساعة felt pain in the chest, حس بوجع في صدره, with dyspnea وcyanosis وhemoptysis, صعوبة التنفس, cyanosis يعني بدأ جسمه يزرق, وhemoptysis coughing of blood بيكح دم وبعدين مات. رجله مكسورة بيبدأ في الليج انتهى في اللانج, يبقى ده فات embolism في البلمونري artery. The most common cause of clinically significant fat embolism. اشهر حاجه عندنا للفات امبوليز هي اللي كانت في السؤال اللي فات اللي هي فراكشر اوف اللونج بون. During routine vaginal delivery of a term infant, a 23 year old female with an uncomplicated pregnancy, يبقى هي vaginal delivery عادي, هي عندها 23 سنه و uncomplicated pregnancy, ما كانش في مشاكل في الحمل. She developed sudden dyspnea, صعوبه التنفس والسيانوز وهايبوتنشن وجالها شوك وهتموت, على وشك ان هي تموت. السبب هنا ايه؟ دي ولاده, يبقى دي امنيوتك فلويد امبوليزم, السائل الامنيوسي اللي حوالين الجنين دخل عندنا في الفينز ووصل لللاين. Each of the following pairs is correctly associated except, يعني هو جايبين لي كده خمسه كابلز, في اربعه كابلز كويسين وفي كابل مش راكب على بعض. اير امبوليزم مع الديب سي دايفنج, صح, الغواصين عندهم اير امبوليزم. مالتيبل سيبتيك ارتيريال امبوليزم, يعني في امبولاي كتير ملوثه تعمل ابسس, ده صح. الفات امبوليزم مع الفراكشر اوف لونج بونز, الفات هو اللي مع الفراكشر. امنيوتيك فلويد امبوليزم مع التشايلد بيرث. فينس امبوليزم مع البوست اوبرتيف ستيت. اللي موجود هنا جايين كلهم صح, لكن خد بالك دي لو قال لي مالتيبل سيبتيك يبقى هي بايميك ابسس, لكن اسيبتيك اسيبتيك دي اللي احنا ما خدناش بالنا منها ان في ايه. لو هي سيبتيك على طول تعمل ابسس, لو هي كده سيبتك, لكن اسيبتك تبقى معقمه فبالتالي ما تعملش ابس. الاجابه دي. بيكتشر 2 ناخدها على طول بارت 1 منها. وات از اسكيميك ديث او اسكيميك نكروزس, ده اسمه انفاركشن. الانفاركشن اوكيرز ديو تو سادن وكمبليت, قطع الدم سادن كومبليت اوبستراكشن توتال 100% اكيوت. All of the following cause infarction except, كل ده يعمل infarction ما عدا local arterial obstruction يعمل thrombosis, atherosclerosis, diminished clotting factor, embolism. diminished clotting factor يعني نقص عناصر التجلط, فده يعمل سيولة في الدم, ملوش علاقة خالص بالinfarction. يبقى الإجابة دي. The following are factors that influence the development of an infarction except, كل ده يتحكم في الinfarction ما عدا ال nature of vascular supply, اه طبعا اللي ليه بديل لو اتقفل ما يحصلش مشكله. ال rate at which occlusion develops, ال rate يعني بيتقفل عندنا بسرعه الجسم ما يلحقش يتصرف. vulnerability to hypoxia, الاورجن بيتاثر بالهايبوكسيا ولا لا, دي طبعا معانا. race و geographic distribution مالهاش علاقه. الacute obstruction ماشي, يبقى ال race يعني العرق يعني الزنوج مش هيبقوا فرقين عن البيض يعني, والجيوغرافيك اللي عايشين في مكان اكيد مش هيختلف في الانفاركشن عن المكان التاني يعني. يبقى الاجابه دي. مايوكارديال انفاركشن, كل الاورجنز كواجلتيف ما عدا الليكوفاكشن. الليكوفاكشن بيحصل في البرين بس, اللي هنا كواجلتيف لان ده الهارت,
لكن البرين يبقى ليكوفاكتيف نيكروزس من الاسئله المحبوبه. ريد انفاركشن السين ان، الريد انفاركشن قلنا دايما موجود لانج وليفر وتستس وانتستين، فالكوروناري ارتري رينال ارتري، لا غلط وغلط، السوبيريور مزنتر في ارتري ده بتاع الانتستين، يبقى دي صح هي دي. ريد انفاركشن اوكير ان ذا فولوينج سايت اكسبت، في مكان من دول ما يحصلش فيه ريد، اللي دايما بيل هيبقى الهارت، كيدني وهارت. موست انفاركت اوف ذا كيدني ار التيميتلي ريبليسد باي، عاده الانفاركشن بتاع الكيدني بيجي بعده سكار تيشو، يعني يتحول الى فايبروزس. ده سؤال كان منهج قديم فاحفظه على ما هو. فينس انفاركشن مي فولو، الفينس انفاركشن اللي هو الريد انفاركشن، يبقى انا بدور على اورجان من اللي بيحصل فيهم ريد، التستيكولار فين اوكلوجن، التستس، لانج وليفر وانتستين وتستس. فينس انفاركشن would be most likely to occur in kidney, heart, spleen, ovary, all of the above. هو السبلين، السبلين عندنا المفروض ان هو بيل، لكن في اوقات بيبقى ريد، والبرين برضو اوقات يبقى بيل واوقات يبقى ريد، يبقى الاثنين اورجان اللي ممكن ينفعوا كده وكده هو السبلين اند برين. باقي الاورجانز واضحه، كيدني وهارت دايما بيل، لانج وليفر وانتستين وتستس دايما ريد. The best definition of gangrene is الجنجرين digestion of dead tissue by saprophytic bacteria. تشو يموت وبعد كده يتهضم بواسطة بكتيريا التعفس. gangrene is necrosis blood. necrosis وإيه اللي زاد عليه؟ putrefaction تعفن. dry gangrene is possible in الدراي ده بتاع الأطراف، فيبقى soft tissue of lower extremities. All of the following are true about gangrene except common في اللور limb، صح. result from occlusion of both artery and vein، الدراي ده بتاع الارتري بس، يبقى هي النقطة دي اللي غلط، يبقى الإجابة بي. طب الافكتد بارت ماميفايد متحنط، صح. الجانجرينس بروسيس ادفانس سلولي ببطء، صح، في الاطراف ببطء عشان قلة السوائل. التوكسيميا از مايلد برضه، صح، لان قلة السوائل بتخلي البكتيريا ما تبقاش عنيفة. Which of the following is true of dry gangrene usually due to sudden cut of both arterial and venous؟ لا دي غلط، ده الويت. Affect the upper limb only، غلط، ده مش تكون في اللور. Product of putrefaction are excessive، نواتج التعفن كتير، لا ده dry، بتبقى الحاجات بسيطة. Black و dry و mummified، صح، الإجابة دي. طب rapid putrefaction، لا ده هو بطيء مش سريع، يبقى الإجابة دي. All are characteristics of dry gangrene except كل ده dry ما عدا slow progression ان هو بطيء، لا دي معانا. marked toxemia، توكسيميا عنيفة، يبقى هي دي اللي غلط، يبقى marked toxemia هي اللي مش معانا. black discoloration واللاين اوف ديماركيشن prominent يعني واضح، وممكن يحصل self separation، الجزء ده يحصل له amputation لوحده، كل ده معانا، يبقى الإجابة B dry مش عنيف. which of the following is true for dry gangrene characterized by rapid putrefaction، لا غلط مش سريع. most commonly affect the intestine عشان volvulus، عشان الانتستين عملت عقده، ده الويت او المويست. occur in limb due to arterial obstruction، صح، بيحصل في الاطراف عشان الارتري مقفول. اللي بيحصل في السن الكبير مع الاولد ايج، خاصه مع النايم في السرير، دي اسمها البيد سورز اللي هي قراح الفراش. الافكتد اورجان يوجوالي ريد ان كلر عشان الكونديشن، لا بيكون اسود، هي الاجابه رقم سي. In case of dry gangrene, one of the following is incorrect، حاجة غلط. Slow putrefaction caused by arterial occlusion، ده معانا. Severe toxemia، اه الغلطة هنا، Severe toxemia، الدراي مش severe. وهنا بقول لي إيه؟ Only affect limb، لا هو مشهور في الأطراف لكن مش دايما. Which of the following is not true for moist gangrene؟ moist هو الويت، هو عايز حاجة not true. Caused by sudden occlusion of artery and vein، دي صح. most common in extremities، لا ده هو مشهور في الانتستين، يبقى الاجابه بي هي اللي غلط. ويت جانجرين يوجوالي ديفلوبس ان ويت، اللي هو المويست، بيجي فين؟ في الفاول، في الانتستين، فاول اللي هي انتستين. دراي جانجرين از ديفرنت او ديفرنشيت فروم مويست جانجرين باي ذات ان دراي جانجرين ات از مور كومن ان ذا انترنال اورجان، الدراي كومن في الانترنال، غلط. كوزد باي جراديوال اوكلوجن اوف ارتري، صح، الدراي هو بتاع الارتري بس وبالتدريج جراديوال، يبقى الاجابه بي. لكن رابد غلط، سيفير توكسيميا غلط، نو لاين اوف ديماركيشن غلط، ده هو اللي عنده
اللاينز. كونتامينيشن اوف وونز باي انيروبيك بوليستريديا، ده بيعمل ايه؟ عيله البوليستريديا او البوليستريديوم دي هتعمل لي جهاز جانجرين، خاصه لو وونز عميق وجايب المصري. بارت 1 ليكتشر 3 بيتكلم على الهايبريميا والكونجيشن. Which of the following represent active hyperemia؟ ده اللي احنا بنقول عليه الناس اللي بتتكسر. هيبقى الاجابه بتاعته ايه؟ سؤال بيتكرر في امتحانات كتير. 21 years old medical student، طالب طب عنده 21 سنه، who develops a red hot face after being asked a question during the lecture، اللي هو كان اتسال سؤال في المحاضره وبقى مكسوف فوشه احمر، دي active hyperemia. Congestion is، كلمه congestion يعني passive dilatation للفين والفينيول. Nutmeg liver هو عبارة عن إيه؟ Nutmeg liver هو congestion، chronic venous congestion of the liver. وهنا برضو Nutmeg liver is defined as، ده سؤال جه مرة في الامتحان وده سؤال جه مرة في الامتحان. هنا بيقول لي acute congestion، لا، ال Nutmeg liver ده بيحصل مع ال chronic venous congestion. The lung of patient with mitral stenosis contain numeral hemosiderin laden cell، يبقى ده patient عنده mitral stenosis وعنده هنا ماكروفاج، الماكروفاج واكله هيموسيدرين، اسمها ايه؟ هارت فيلير سيل. نفس الكلام، حد عنده 68 سنه في ميل بيشنت عندها كونجستيف هارت فيلير، يبقى في هارت فيلير، ولقينا هيموسيدرين لادن سيل، رايحين نختار هارت فيلير سيل، لقيناه بيقول لي ذيس هارت فيلير سيل، هو جايب لي اسمها اوريجينيت فروم، يعني جايه منين؟ اصلها ماكروفاج، ادلر ماكروفاج. هارت فيلير سيلز ار انديكيتيف اوف، انا لما اشوف في هارت فيلير سيلز في اللاين استنتجت ان في ايه؟ يا اما مايترال ستينوزس يا اما ليفت سايد هارت فيلير ادوا الى فالمونري فينس كونجيشن، يبقى الاجابه هنا دي. ان كرونيك فينس كونجيشن اوف ذا لانج ذا الفيولار سبيس شو، في ايه بقى مع الكونجيشن في اللانج جوه الالفيولاي؟ ريد بلاد سيل اه موجود، هيموسيدرين موجود، هارت فيلير سيل موجود، اديما اللي هو ترانسيوديت عشان يخف الضغط عنها شويه موجود، يبقى اول اوف ذا اباف. براون انديوريشن از ذا بيكتشر اوف، براون انديوريشن ده هو عباره عن مين؟ والله ده اللانج لما تكون كونجستد في حاله المايترال ستينوزس او ليفت سايدد هارت فيلير، يبقى الاجابه سي اللي في الاختيارات هنا مايترال ستينوزس. هارت فيلير سيل ار بريزنت ان ذا الفيولاي، على فكره الهارت فيلير سيل دي بتيجي في كل امتحان، بريزنت ان ذا الفيولاي از اي ريزلت اوف، كنتيجه ايه؟ باسيف هايبرينيا اللي هي الكونجشن. بكده بنكون خلصنا الجزء الاول من حل الام سي كيو، احنا المفروض عندنا لسه في باقي ليكتشر 3 وعندنا ليكتشر 4 وليكتشر 5 الفيديو اللي بعد ده على طول، وحتى نلتقي في الفيديو القادم يا شباب، لكم مني الف تحيه، واي حد عنده اي سؤال يكتب لي في الكومنتات او يكتب لي على الجروب، بالتوفيق يا شباب.